السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا اخواني اخواتي في فيديو جديد. اتمنى لكم بألف خير. في هذا الفيديو راح اشرح لكم يعني تطبيق خرافي، يعني قاعات تدريب يعني الخاصين ببابجي لتطوير من قدراتك ولعبك يعني وتثبيت الايم الخاص بك. اسم هذا التطبيق لاحظ رواتي ايم ترينر، يعني هذه القاعة خاصة بالمحترفين. هذه واجهة التطبيق، لاحظ هنا في جميع القاعات التدريب الخاصة بك. لاحظ راح اكتشف معكم هذه القاعات التدريب الخاصة بكل واحد يعني بعجالة علشان لا يكون الفيديو طويل ان شاء الله. راح نبدأ بأول قاعة، هي قاعة المثلث. هنا يعني تتحرك الايام على حسب التحرك الخاص بك. هنا يعني تطور من حركاتك دائما ضغطة. لاحظ هنا ضرب هنا هنا هوب 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 لا بدأت من هنا ثم هنا ثم هنا ثم انتهت هنا. لاحظ صحيح بدأت من هنا 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 ثم انتهت هنا فزت. يعني حركة يعني تخليك تتدرب على حركة الأشكال الكروية، يعني شيء جميل جدا أنك تتدرب يعني في هذه القاعة. وقاعة يتدربون في المحترفين اللي يعتمدون على قاعة يعني شركة بابجي. هنا في يعني في أشياء مختلفة جدا جدا. لاحظ يا اخوان هنا عندك القفز على اليمين، يعني انفتاح الزون. لاحظ الريد دوت هنا. انا راح ابدا معكم هذه القاعه وتشوف هنا يعني لازم امنعهم ان يوصلوا الى هذا يعني العمود. اوكي يعني قاعة تدريب خرافية يا إخوان. يعني مع الوقت يعني يطلع النيفو. هيد شوت. راح نشوف القاعة الثالثة. القاعة الثالثة يعني قاعة خرافية، يعني سنيبر. لاحظوا يا اخوان سنيبر هوب هوب. يعني سنيبر يا اخوان يعني تخليك تكون اسرع في السنيبر. يعني اصحاب يعني بيجيرو كي يسمونه لاحظ السرعة يا اخوان في السنيبر، يعني تحترف السنيبر. لاحظ والله تحترف السنيبر. عندك وقت وجيز، ما لازم تتعطل، يعني بسرعة لازم تنفذ بسرعة. لاحظ لو تعكلت فقط يلا يعني فلتت عليا. يعني لازم يكون اسرع. لاحظ ممكن تتحرك ولكن حاول تركز، لازم تحط هنا بيصير اخضر يطلع عليك الخصم. لاحظ يصير اخضر بيطلع عليك الخصم. والله تحترف بسرعة يا إخوان. هنشوف القاعة يعني ما قبل الأخير.
أبدي يعني الفيديو يكون طويل جدا ويكون الشرح واضح لكم. قاعد تدريب خرافي، أنا أصلا بتدرب فيها والله بتدرب، يعني لازم أكون صريح معكم، أنا بلعب ببجي لايت، بلعب ببجي يعني محترفين، اللي بده يلعب معي ما في مشكلة، تواصل معي خلي تعليق وخلي لي الاسم، يعني في اللايت أنا بلعب اللايت كتيرا، اسمي مستر حكمي، مستر حكمي في اللايت. الخصم وين ما كان الخصم الايم بتاعك يعني يكون في رأس الخصم. راح نشوف يعني الخانة الأخيرة، والله قاعد تدريب خرافية، وبالأخص هذه الأخيرة يعني الأخيرة خرافية جدا. راح أحاول أربح، أحاول والله راح تشوف الفقيه يعني راحت يعني بتجيبها يعني صعب صعب. هاي الفرصة الأولى لازم تجلس فيها هذيك كذلك. لاحظ الإيم الخاص بي، لاحظ الإيم الخاص بي، يعني لازم يكون ثابت. الله الحمد لله تحسن تحسن الوضع حقيقي، حتى أنا بتحرك، يعني لازم تحرك معايا يعني بيدي اللي تحت، ما لازم أبعد عليها، لو أبعد قليلا راحت. أتمنى الشرح يكون لإعجابكم، أتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد، ودعم الفيديو باللايك إلى فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.